كل مشاكل حياتك هينة وبتعدي، لكن أكتر حاجة ممكن تكسرك هي إنك تفقد حد غالي وعزيز عليك. ومش شرط يكون حبيب، ممكن يكون صديق أو أخ أو أخت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة. وقتها بس ما بنقدرش نستوعب فكرة إنك مش هتقدر تشوفه تاني. حقيقي أصعب وجع في الدنيا هو وجع الفراق، خصوصا لو اللي فارق حد كان قريب منك، حد بينك وبينه مواقف وسنين وذكريات، حد كان سبب حاجات كتير حلوة في حياتك، حد ما كنتش تتخيل إنه في يوم وليلة ما يبقاش موجود، حد سايب علامة هتفضل موجودة جواك لآخر يوم في عمرك. علشان كده حبيت أفوقك وأقولك إن الفراق هو الحقيقة الوحيدة اللي في الدنيا، وكلنا مجرد فترات في حياة بعض، ومهما الفترة طالت هيجي يوم وتنتهي. فنصيحة مني، امسك في كل الناس اللي بتحبك وحافظ عليهم، واستمتع بكل لحظة في وجودهم واشبع منهم، وعلى قد ما تقدر حاول تسعدهم ولو بالكلمة الحلوة، حاول تسيب ذكرى يفتكروك بيها، حاول تستغل كل لحظة معاهم، علشان بجد الأيام والسنين بتعدي بسرعة مع الناس اللي بنحبهم. وللأسف ما بنعرفش قيمة الناس دي غير لما بيبقوا مجرد ذكرى. ويا عالم مين تاني هيفارقك، أو مين هيفارق مين، علشان حقيقي بقينا نصحى من النوم ما بنلاقيش بعض، وكل يوم حد بينقص وبيختفي من حياتك. فلو في ناس في حياتك بتحبهم، اوعى تتكسف انك تبين لهم حبك او انهم غاليين عليك. صدقني هيجيلك وقت وتندم، وهتدور عليهم في كل مكان ومش هتلاقيهم. هيجيلك وقت وتتمنى تدفع عمرك كله مقابل لحظة واحدة بس يكونوا معاك فيها، ساعتها بس هتحس بأهميتهم في حياتك. راجع نفسك وعيد حساباتك، حاول تسيب ذكرى حلوة يفتكروك بيها، لأن والله العمر بيعدي في لمح البصر، وما بيبقاش غير الذكريات والسيرة الطيبة.